محكوم لمده 10 سنوات بسبب تعاطيك تجاره المواد المخدره. بدايه قبل ايش قد بديت تتعاطى المواد المخدره؟ من هو خالد؟ انا صارت حكمت واحد بالله بس مخدرات تعاطيك الوقت. انت ليش مواد تحكمت؟ فلشت دعوتك يعني؟ صارت 10 اشهر 10 سنوات؟ ده سالقه تفليش مواد سالقه حكم خارج سالقه خارج. يعني انت محكوم عن قضيه اوليه مده سنه مع غرامه 5 ملايين، القضيه الثانيه اللي لزمت بها ايضا على المخدرات. سنتين انا سالقت خارج ما ودي صارت خارج الناس ده سالقه ما فيش سالقه خارج. سيدي 10 سنوات صار تفليش، هسه محكوم سنه. بلى. يعني المده اللي حكمتها 10 سنوات فلشت القضيه؟ بلى. ليش لزموك انت على شنو؟ على مواد كريستال، حبوب، شنو؟ على ولا اخوش من ناس انا. يعني انت ما انضبط امك مواد مخدره؟ لا والله ياك شتيك بين اجي لابا اخوان قاسم. ما انضبط امك شيء؟ لا. على دمك اجى نظيف؟ لو مو نظيف بالتحليل بالفحص؟ من خوم عصاب بسرعه مية حبط يعني دمك اجى مو نظيف؟ انا كان اقول متلوث بالمواد المخدره. كان قبل ماكينات خينا قمر حبيتي في سيارة حبوب مخدرة يعني المرة الثانية على شنو لزموك؟ ما سامي الشغل فيه ضابط ليش لزمك؟ ليش لزموك؟ على شنو هذا اساس قلت لك؟ قرعان ناس انا هم عن مواد المخدرة وجابوك؟ انا تابع غير ناس انا العشاق يجي جيراوا يقدر زيك فينا جيراوا قبل ايش قد انت بديت تتعاطى مخدرات؟ من اصلا درمان هرناخهم ولا يا اخوي تاخذ حبوب؟ هن بسرعه ما ها؟ هن بسرعه اخوي شنو نوع الحبوب تاخذها؟ باخوان اعظم نعيشت من ينطيك هاي الحبوب؟ بلا صيدلي ولا يعني حبوب معناها مؤثرات عقليه سر مديره ليره ويره مؤثرات عقليه زين الطبيب اللي ينطيك اياها او الصيدلان اللي ينطيك اياها ما يطلب منك راشيته؟ ورقه ما هي ورقه خاصه خانه ما عندك ورقه؟ ورقه خاصه خانه ما يعني انت بس تتعاطى حبوب بس هاي الحبوب واللي هي اصلا مؤثرات عقليه انا بس حب اخوي يسكن اخوي نعم مقرب بسرعة ما انا شنو الشهر بيجي لها الشهر بيجي لها يقدر يصير ما ملزوم شيء بس انا اخذ حبوب احد لزم وياك هذا الموضوع احد اشخاص يعني متهمين اخرين نعم كذا قد جلاوة نعم بلا بس كابرا عداوه شخصيه خلق نايده ما عرف شهد غا هرنا اصلا باقول عقلي انا اصلا اكو شهود حكمت قد 10 سنوات وتفلشت هاي القضية. ده صار قد ما هو يعني تفليش هو. تفليش ما بس القضية الأولى اللي كنت عاد تعاطي وحكمت بها السنة. بلى. تمام؟ ايش تشتغل أنت؟ تاكسي. سايق تاكسي. ايش أنت تحس من هاي تاخذ الحبوب المؤثرات العقلية اللي تقول أنت مريض؟ هسه أنت بدعاك تقول أنا مريض وأخذ هاي الحبوب. من تاخذ الحباية ايش تصير؟ صارت يلا. أنا وحبيبي أخوات. شي شعور تبوه بلا يا كريد نام دنيا زمان قوة غازة من ياخذ الحبوب يعني لا ما ياخذ العلاج هو هسه بقواله جاي يقول علاج هاي مو شنو نوع الحبوب؟ والله انا اي ناس انا مين خوم زمان خوم قلت لا سيدني ولا يكري ناس ورقه ما كارت ما لا اي ناس انا خندواري من يمن يعني اكو واحد ياخذ علاج ما يعرفوا شنو نوع العلاج هذا؟ والله تك ما تك ما تك دام والله تك ما والله نعرف مش تاني والله ولدي تاشي دي نازا شنو لون الحباية سيد شنو نوع لونها 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 شنو هذا لون لون تيا وقت ما يلو صوص كالا ما يلو صوص كالا تاخذ اي وقت شنو تنتلع لك اوقات تاخذ هاي الحبوب شو وقتك يا اخوي؟ بيجي يبون كري استي بيجون زمان خون كنت دائما زين هو من يقول اوقع شلون ياخذ الحبايه هو واقع؟ على وقت توكل تويتر شلون حبك واقع؟ لا ما هو من انا يعني يوقع بالبيت؟ إيه؟ ما واقع برا بالشارع هو هاي الحاله عنده؟ بلا والله